أهلا بكم. ذكرت وزارة النفط الحالية في العراق أنها قررت خفض الإنتاج بمعدل 211 ألف برميل يوميا بدءا من شهر آذار المقبل وحتى نهاية العام الحالي. وأرجعت الوزارة هذا القرار إلى ما وصفته بالإجراءات الاحترازية لمواجهة التحديات التي تواجه السوق النفطية العالمية ولتحقيق التوازن بين العرض والطلب واستقرار السوق. وأضافت الوزارة أن التخفيض قد تم بالتنسيق مع بعض الدول المنتجة للنفط وبما لا يتعارض مع سياسة الخفض السابقة. كشفت شبكة بلومبرج الأمريكية عن أن الاتفاق المبدئي الذي أعلن يوم السبت بين حكومتي بغداد وأربيل بشأن معاودات تصدير النفط من كردستان العراق لا يتضمن أن يكون التصدير عبر شركة سومو. وأوضحت الشبكة أن الحكومة الحالية في بغداد تصر على أن تتولى شركة سومو مسؤولية إدارة تصدير النفط من كردستان العراق، الأمر الذي كانت ترفضه حكومة كردستان العراق بحسب وصفها. حذر مختصون بالشأن الاقتصادي من انعكاسات خطيرة إذا ازدادت أسعار الوقود بعد التصويت على الموازنة. وقال هؤلاء المختصون إن زيادة أسعار الوقود في العراق بنسبة 5% كما ورد في بنود الموازنة وإن لم يصوت المجلس النوابي عليها بعد فإن ذلك يدق ناقوس الخطر، وذلك بسبب انعكاساته على قطاعات عديدة أهمها النقل، مؤكدين أن العراق سيستهلك أكثر من 25 مليون لتر من البنزين يوميا ويستورد منها أكثر من 15 مليون. دعا نشطون على مواقع التواصل الاجتماعي في مدينة كلار في السليمانية دعوا إلى مقاطعة اللحوم في أثناء شهر رمضان احتجاجا على ازدياد أسعارها بهدف الضغط على التجار وتخفيض الأسعار التي يعزو القصابون ارتفاعها إلى قلة الانتاج المحلي. جدير بالذكر أن كيلو اللحم وصل سعره إلى 20,000 دينار في بعض المدن، ويثير زيادة أسعار اللحوم في الأسواق قلق المواطنين في العراق ولا سيما مع دخول شهر رمضان المبارك في ظل موقف الحكومة السيء تجاه ما يراه المواطنون استغلال التجار وجشعهم. أطلق فرع السليمانية لإنتاج المنتجين نداء استغاثة لإنقاذ المنتجين مما سماه مافية السلطة في السليمانية، مندداً بالتهجم الذي حصل من عضو برلمان كردستان العراق هوري ملا ستار وحمايته على شركة ساوث كردستان. وقد جاء في البيان للفرع أن نائب ملا ستار يستخدم التهديد والقوة للتهرب من دفع مستحقات مالية تخص وحدات سكنية مستغلاً علاقته مع طالباني للهجوم على الناس. وأطلق البيان نداء استغاثة لإنقاذ المنتجين من مافيا السلطة في السليمانية مبيناً أنه إذا استمر الوضع على ما هو عليه فإنهم سيضطرون إلى تعليق أعمالهم في السليمانية. الآن إلى سعر العملات والمعادن، وهذه انتقالة أيضا إلى صرف العملات الأجنبية وأسعار المعادن. إذن كانت هذه مشاهدينا الكرام أهم أخبار الاقتصاد، إلى اللقاء.